أنا عم بحكي عن ستك أنتي. أنا عم بحكي عن ستي، قصدي خالتي، بس من إلا ستي نحنا. عايشة بعيد من هون ومن زمان كتير. أنتي ولا مرة شفتيها لأنه ما أجت على مومباي من سنين طويلة، وكنتي صغيرة بوقتها. أي هي كانت تحبني كتير، ولهيك هلأ حكت معي وقالت لي إنه اشتاقت لي، بس أنا ولا مرة رحت لعندها وزرتها، وهلأ عم فكر إنه لازم أحجز تذكرة وروح. رح تنبسط كتير. أحكي هلأ، شو صار معكم بالمحكمة اليوم؟ قصدي مشان قضية ريشاب. أمي بصراحة القضية ريشاب طلع ما؟ ماما هو ما دفع الكفالة فما أخلت سبيله المحكمة وما رجع البيت. ماني مصدقة، بس ليش ليصير هيك؟ هو ما عمل أي شيء ولا حتى دعسه أصلاً، فليش لا تعاقبه المحكمة هيك؟ يعني المفروض يكون له كفالة. إجا سانديب على المحكمة وأثبت محامي إنه ريشاب سبب الحادث، وفوق كل شيء قال إنه مستحيل يقدر يمشي مرة تانية. هو أثبت هذا الحكي بالمحكمة لأنه هنن بدهم يسجنوا ريشاب. هي كانت نيتهم من البداية يا أمي. نحن منعرف إنه ريشاب مظلوم، بس سانديب والمحامي تبعه قدروا يزبطوا هالقصة. بيصحي إيه؟ بعدين المحكمة رح تصدر القرار اليوم، وخالتي راكي انهارت على الأخير. بنص المحكمة بلشت تترجى القاضي، وانهارت وبلشت تقول إنه ابنها بريء وما لازم يتعاقب أبداً. ووقت كان عم يصير هيك معها كان الوقت خلص، والقاضي قرر إنه ينطق بالحكم، لهيك أجل الموضوع للجلسة الجاي. لو قال الحكم اليوم أكيد كان ريشاب رح يطلع مذنب، وأكيد رح ينسجن لمدة طويلة كتير. بس منيح إنه القاضي أجل الحكم لحتى نقدر نجيب إثباتات إنه ريشاب بريء وما له أي ذنب المرة باللي صار مع ساندي. ما في شي منها، بس وقت رحت عبيت لوترا وقتها حالتهم النفسية ما كانت منيحة أبداً، حتى ماهيش كان متوتر، وأنا قلت لهم يقووا حالهم، بس بالأخير هي أم، وإنه تشوف ابنها ورا الإضبان هاي شغلة كتير صعبة عليها، والأصعب ينحكم. أنا عن جد ماني فاهمانة ليش شخص منيح مثله يتعاقب بهالشكل بدون ما يكون له أي ذنب. معناته أكيد في شي غلط، بس أنا قلبي حسسني شريستي إنه كل شي رح يكون منيح ورح يرجع على البيت وما رح يصير له شي. كل شي رح يكون منيح. وذلك بعد 3 أيام، ومن اليوم إلى ذلك الحين سيبقى ريشاب لوترا محتجزاً عند الشرطة. مرت عمي شو صار؟ تعي عدي لو سمحتي، عدي على مهلك. راكي سلامتك. صاير معك؟ انتي ايديك كتير باردين. شيرلين لو سمحتي جيبي علبة الاسعافات، بتوقع انه من كتر زعل مرت عمي نزل ضغطها شوي، لازم اسلى ضغطها. ممكن تجيبي العلبة؟ انا منيحة كتير. وضعي ممتاز، ريشاب هو اللي عم بيعاني هلا. وإذا ابني ما أنه منيح ما حدا رح يكون منيح بهاي العائلة. بريتا ليش كلياتكن عم توقفوا جنبي؟ لازم توقفوا جنب ابني ريشاب. أنا ما اشتغلت بمكتب وما عندي فكرة بنوب ولا حتى أي معلومة عن الشغل برات البيت. أنا ربة منزل وما بفهم غير بهاي الأمور، بس مع هذا كله أنا بعرف إنه لازم نجيب محامي شاطر يقدر يدافع عن ابني ويطالعه من الحبس. بريتا انت بنت متعلمة ما؟ ودكتورة صح؟ يعني معقول ما بتعرفي تجيبي محامي شاطر يدافع عن ابني؟ قولي لي لكن شو اللي بتعرفيه بريتا؟ شو هالمحامي اللي جبتي؟ هو ما قدر يطلعه لابني من السجن. شو هالمحامي اللي جبتي بريتا؟ كتير منيح راكي، كتير منيح انك قدرتي تكشفي حقيقة البنت. هي بس بتحكي حكي ما بتعرف تنفس شي. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ إذا مشان الطلعة كان لازم تيجي معنا بالسيارة. كانت عم تبكي كل الطريق من زعلها على ابنها اللي بالسجن. كلياتنا منينا ريشاب يطلع، بس لا، ريشاب ما رجع عالبيت. مو أنت اللي وعدتينا
إنه رح يرجع على البيت. بس أنتِ ما بتهتمي فينا أبداً. أنتِ بتحكي قدام راكي بإنك رح تهتمي بعيلتنا، بس لا، أنتِ ما بتهتمي غير بأختك وبسمير. أنتِ ما فكرتي غير تيجي بسيارة سمير، حتى ما فكرتي فينا. ما بتعرفي شو كان عم يصير بالسيارة معنا. وبالمحكمة كنتي عم تتظاهري إنه قلبك مكسور وإنك عن جد متأسرة كتير، بس الحقيقة هي إنك ما تأثرتي نهائياً. أنا اللي تأثرت وكنت عم شوف كل شيء، بس أنا ما قدرت إلكون شيء لأنه ما كنت عارفانة كيف بدي خبركن. كلكن بتوثقوا ببريتا كتير وبتفكروا إنه شو ما عملت هو الصح. هي كانت